ايه اللي عجبك فيه؟ شنبه. يعني اول لحظه كده شفتيه ايه اللي عجبك فيه؟ شنبه. لا والله بجد بجد خف دمه بصراحه. ربنا يبارك لك. اصيل يعني. هو كان دمه خفيف قوي لدرجه يعني انا اول مره شفته في الجامعه, في مسرح الجامعة. وما كانش بيمثل يعني, انا ما شفتوش هو بيمثل, هو كان ساعتها مخرج منفذ في عرض من العروض. فدمه خفيف جدا وجاي بقى لابس لبس غريب قوي يعني, داخل الجامعه ببنطلون زي بنطلون بيجامه وتيشيرت فانا استغربت الكاركتر يعني شدني ايه ده. بعدين بدات اتكلم معاه لقيته دمه خفيف جدا, قعدنا فتره طويله انا بس عيني عليه مش يعني مفيش ارتباط ولا حاجه, واكتشفت انه طيب ولذيذ ورومانسي وحاجات كده قوي. قلت لها ايه؟ معرفش الرومانسي دي بقى جابتها منين؟ قلت لها ايه؟ الكلمه اللي دغدغت بيها مشاعرها في دغدغت هي دغدغت هي اتدغدغت اول ما شافتني الصراحه. لا يعني انا تعرفي بمنى, انا قعدت في كليه التجاره 7 سنين ما شاء الله. جميل جدا يعني. وحابب اسقط عشان امثل, ماليش دعوه, انا بسقط عشان امثل.